خبر مؤسف عن الفنانة المصرية ريهام سعيد وابنها ونقلهما للمستشفى منذ قليل. من خلال حسابها الشخصي على موقع انستغرام، كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرض نجلها للإصابة ونقله للمستشفى، وطلبت الجمهور بالدعاء له. ريهام سعيد نشرت صورة ليد ابنها وكتبت: الحمد لله ابني وضع على مية مغلية، ارجو الدعاء بالشفاء، والنبي كفاية حقد وحسد كفاية. جمهور الاعلامية المثيرة للجدل تمنى الشفاء العاجل لنجلها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص. ويشار الى ان محكمة جنح مستأنف الجيزة قد اصدرت قرارها منذ فترة ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة. ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية المصرية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها على أحد القنوات الفضائية. وفي سياق آخر، دافعت الفنانة ريهام سعيد مؤخرا عن الفنان محمد رمضان، وقالت إنه يتعرض لحملة هجوم شديدة وتمنت ألا يكون مصيره مثلها. وأكدت ريهام سعيد أن محمد رمضان فنان موهوب ويسعى لتقديم الأفضل، وإنه لم يرتكب أي خطأ في قضيته مع الطيار. الإعلامية المصرية تعرضت منذ شهور لأزمة صحية شديدة وميكروب، وتم استئصال جزء من أنفها وأجرت جراحة فيها، وحدث تغير كبير في شكلها.